الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. الله أكبر أن أمة الإسلام ما زالت قائمة بالرغم من كل المؤامرات والأحقاد والزحف الذي تعرضت له خلال 1500 عام. الله أكبر، ونحن نرى حقد أعداء الله عز وجل يسعى لكي ينغص على المسلمين فرحتهم بعيدهم، فرحتهم بالجائزة التي يتلقونها في هذا العيد، فرحتهم بإحياء ليلة القدر، فرحتهم بأن يأتوا إلى بيت الله، إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقفوا هناك متأدبين ليقولوا السلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، بكل أدب، بكل احترام، بكل شوق، بكل حب، بكل تواضع. يأتي في خضم هذه الفرحة التي هي من ورائها فرحة، وحولها فرحة، وقبلها فرحة، ومن أمامها وورائها فرحة، ومن تحتها ومن فوقها فرحة، يأتي لكي ينغص أحد التكفيريين على هؤلاء ومن وراءهم وعلى أمة الإسلام جميعا بحدث لم يسبق في هذه الأمة أبدا أبدا أبدا، فيفجر نفسه أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من 1,000,000 إلى المسلمين جاءوا من كل فج عميق، جاءوا حبا بالله وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا ليقفوا أمام المواجهة الشريفة بكل أدب وتواضع، جاءوا وهم يتحققون بقول الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. من تبجيل النبي عليه الصلاة والسلام أن نقف بين يديه وفي جواره وقد غض أحدنا من صوته، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لكن هذا التكفيري الذي اعتدى على حرمة المسجد وحرمة المسلمين وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد في نفسه شيئا من ذلك الأدب، ففجر وأفزع المسلمين وألقى الضحايا يمنة ويسرى. عذرا رسول الله، اسمعوا للصلاة على رسول الله. عذرا حبيب الله، عندما نقف بين يديك نسلم عليك، نقول لك نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، ثم نثني على صاحبيك الكريمين أبي بكر وعمر، لكن هناك من لا يعرف هذا الأدب أبدا، بل لا يعرف قدر المكان ولا حرمة الزمان ولا حرمة الدماء. إن الذي يستبيح دماء المسلمين لهو كلب من كلاب أهل النار. إن الذي يتقرب إلى الله بذبح المسلمين لهو يعوي في نار جهنم ولن يكون شهيدا في يوم من الأيام. عجيب عجيب، يضربون في سوريا فيبدأون بالمجاهدين، ويضربون في بلاد الحرمين
فيبدأون بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من مساجد المسلمين، ويضربون في كل مكان باستثناء القدس وطهران. لمصلحة من؟ يضربون في اسطنبول فيقتلون ويريقون الدماء. والحادثة الأخيرة قال لي عنها أحد الإخوة: لقد تحول مطار اسطنبول إلى بركة من الدماء. لمصلحة من هذا؟ في دين إسلامنا ما وجدنا شيئا من هذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في بحبوحة من أمره أي يوم القيامة ما لم يصب دما، إن لم يكن في رقبة أحدنا دم وصلاته قد أداها في حقوق العباد. أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة عن الدماء، وفي حقوق الله أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة عن الصلاة. فإن أدى الصلاة وكانت رقبته وذمته بريئة من الدماء فهو في بحبوحة من أمره، وهو على خير كبير حتى وإن عصى الله سبحانه وتعالى. أما أن يتحول الدم الذي هو أول جريمة في تاريخ البشرية أن يتحول إلى قربة إلى الله باسم الإسلام، فهؤلاء هم أعداء الإسلام. أعداء الإسلام هم الذين يعلنون الحرب على المسلمين باسم الإسلام، وأسيادهم في هذا يقبعون في قم وطهران. أولئك الذين أعلنوها جمهورية إسلامية ليس لها من الإسلام شيء إلا الحرب على الإسلام، ومن سار على شاكلتهم ليس له من الإسلام شيء إلا الحرب على الإسلام والإساءة للإسلام والإيقاع بالمشروع الإسلامي والإيقاع برموز هذا المشروع الإسلامي. أيها السادة، نحن في عيد، وعيدنا فرحة، وفرحتنا بطاعة الله، وعيدنا لم يعلنه بلد ولا رئيس ولا بشر، إنما أنزله الله عز وجل. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة فرآهم يعني يلعبون في عيدين، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا عيد اعتدنا عليه في الجاهلية. قال: لقد عوضكم الله عز وجل، ما هو خير من ذلك؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. نحن في عيد أنزله الله نفرح بأمر الله، نقترب إلى الله ونتقرب إلى الله بطاعة الله. عيد الفطر بعد الإفطار من شهر رمضان نفرح أن مكننا الله من صيام رمضان، وعيد الأضحى بعد الحج ونفرح أن مكننا الله عز وجل من الحج. فالحمد لله، الحمد لله على عيد الإسلام، الحمد لله على هذه الطاعة. لكن أراد هؤلاء أن يفسدوها، والحقيقة أنهم إنما كشروا عن أنيابهم، فضحوا عن مشروعهم. الآن نستطيع أن نقول للدنيا: إن الذي يفجر نفسه في مسجد رسول الله بين ضيوف رسول الله عليه الصلاة والسلام يثبت أنه عدو لله وللرسول وللإسلام، وأنه ليس منا ولسنا منه في شيء. لقد انكشف الغطاء، وسنتابع عيدنا وفرحتنا بهذا الإنجاز على ما فيه من ألم. إنجاز أننا فضحناهم، أولئك أعداء الله الذين أرقوا حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرمة البلاد الآمنة، وحرمة الضيوف الكرماء، وحرمة المكان الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: وصلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. وحرمة المدينة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الإصلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها بالنعمة. الله أكبر ولله الحمد على بقاء هذه الأمة، وستبقى وستبقى هذه الأمة إلى قيام الساعة بعز عزيز أو بذل ذليل. أيها السادة، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر أننا إذا أتينا من طريق أن نعود من طريق آخر، وأمرنا عليه الصلاة والسلام بصلة الأرحام وخاصة في الأعياد، وفرض علينا الله عز وجل زكاة الفطر لمن كان قادرا حتى ندخل الفرحة على قلوب المسلمين جميعا، فلا يستثنى من الفرحة أحد. ونحن الآن في غربتنا وهجرتنا وفي هذه البلاد الكريمة التي استضافتنا، ما أحرانا أن نلتف ونتماسك وأن يقول أحدنا للآخر كل عام وأنت بخير، وأنا أقول بدوري كل عام وأنتم بخير. تقبل الله طاعتكم، غفر الله لي ولكم، رفع الله من قدركم، جعلنا الله من أصحاب الجائزة، ورزقنا حسن الختام. نحن بعد صلاتي بعد هذه الخطبة إن شاء الله سنقدم حلوى قدمها أحد الإخوة، ونقول فردا فردا أقف هنا، تقبل الله كل عام وأنتم بخير، حتى نوطد ما بيننا من حب. نحن بحاجة في الغربة إلى أن نتماسك حتى نكون يدا واحدة في مواجهة الصعاب والتحديات التي تفرض علينا وهي كثيرة. الغربة قاسية، الغربة جهاد في سبيل الله، الغربة تجعل الإنسان أكثر صلة بالله إن كان في الأصل مع الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل العيد القادم تحت رايات النصر في دمشق وحلب وسائر مدن الشام. اللهم اجعل هذه الثورة مفتاحا لنهضة الأمة وصحوة الأمة وتماسك الأمة وقيامة عزة هذه الأمة من جديد على نحو ما قامت في يوم من الأيام، أيام العثمانيين، بعد أن أتى الصليبيون وأتى المغول وأتت الجرائم وأتت المصائب وأتت على البلاد في بخارى وسمرقند وبغداد ودمشق وفي كل البلاد، ثم نهضت الأمة. اللهم اجعل نهضة الأمة انطلاقا من ثورتنا في الشام، وما ذلك عليك يا أكرم الأكرمين بعزيز. اللهم احفظ هذه البلاد، احفظ تركيا قيادة وشعبا ووحدة وأرضا. اللهم احفظ اقتصادها، واحفظ أمنها، واحفظ رجالها، واحفظ أهلها. اللهم من أحسن إلينا وكلهم أحسن إلينا فازه عنا خير الجزاء، ومن أساء فإننا نكل مسيئهم إلى محسنهم لتتجاوز عنهم يا الله. اللهم ببركة السوريين واستضافة السوريين احفظ الأتراك، واحفظ تركيا، واحفظ لنا سوريا يا الله، واحفظ لنا شامنا، واحفظ الأرواح. اللهم إننا نشهدك أن الذي ضرب في اسطنبول أو ضرب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذات الذي يضربنا من هذا النظام في حلب أو في الشام. اللهم إن الذي يتمسح بمسوح الإسلام فيستبيح دماء المسلمين هو عندنا عين من يضرب باسم النظام فيستبيح دماء السوريين. اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. زلزل الله
اللهم أقدامهم، أنزل اللهم أعلامهم، اجعل الدائرة عليهم، لا تبلغهم في أمة الإسلام الآمال، لا تبلغهم في أهل السنة الآمال، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم وأرنا فيهم يوما يعز فيه الإسلام وأهله ويذل فيه الشرك وقومه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إلى التهنئة فردا فردا بإذن الله رب العالمين.